أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، يا مرحبا مليون في تروبيكو 6. كم يوم أحاول أسجل الحلقة طبعا، والوضع مش كويس أبدا أبدا أبدا. كل ما أسجلها تجيب العيد وأبدا حاجة مش كويسة أبدا. المهم ما علينا، فقلت ببدأ وتشوفوا أنتوا الحلقة، إذا تقولون مش أوكي أبدا معنا ولا شيء نفتح يا جماعة. ساند بوكس مابس، كامبين مابس، خلنا نشوف ساند بوكس مابس. خلنا نختار جزيرة زينة، أبا يكون فيها كذا جزيرة، مش جزيرة واحدة بس، هاي أحسها ما بتكون وايد أوكي، خاصة إذا بدينا في الوسط بيكون أوكي، إذا بدينا على الجنب بيكون تعبان. 75 بنبدأ 200,000، نبى 200,000 فرن إيد فير ما نبى المساعدات الأجنبية، ما نبى السعادة، ما علينا منهم، خلنا نفس ما هي نفس ما هي، ما نبى بس الكوارث خلنا نمحيها، ما نباها. أما نبى الونبل، هاي اللعبة للحين طبعا كلكم تعرفون بيته، وانتو الحين طبعا المفروض اوريدي مسوين لايك وشير، واذا ما كنتوا في القناه مسوين سبسكرايب، لا تنسون هذا الشيء. طبعا اللعبه بيته يعني اللعبه بعدها قيد التطوير، قيد التطوير معناه في احتمال نحصل اخطاء، في احتمال نشوف شغلات، في احتمال شغلات ما تركب عدل، لكن الامور تمشي عادي يعني. اضغط اي زر للمتابعه. اعطوني بيت، مش غلط ابدا، مش غلط ابدا. نجي خلينا نوقف اللعبه. بدينا على جنب، بس اتمنى اللي في بالي يكون موجود، لان بصير الزراعه اول شيء اشيك عليه، تعرف شو ما بخرب اماكن الزراعه، لانه وين صار بلانتيشن. شوفوا هنا عندي ذره، ابى كل شيء هنا يكون موجود. باختصار كل شيء موجود للحين، موجود بعتبره موجود، مساحه طيبه، كوفي موجود، قطن موجود، نايس، ربر موجود. لو تذكرون كل شيء موجود هني، ومساحه فنانه. انزين لو تذكرون انتم في التربك 5 كان نحن اكثر شيء دخلنا فلوس، يمكن اللي هو انا وقف اللعبه لحظه، انا وقفته ولا بديتها. انزين اكثر شيء دخلنا فلوس نحن في الماضي هو التوباكو، اللي هو شو السم، اللي هو التدخين توباكو. انزين فالحين نحن شو بنسوي؟ بنسوي منطقه تدخين. مركزها شو؟ شو الحين اللعبه تعطينا فاير هاز بين ستوب. اللعبة تعطينا شو؟ لكل مزرعة جنب مزرعة 10%. نحن بنصدر الحين، نحن مزرعة شو عندنا؟ مزرعة ذرة، عندنا عقد تصدير ذرة، خلينا ندخل شوي فلوس، ولا مش محتاجين وايد فلوس الحين اصلا. خلينا نشوف الاكل. انزين اول شيء حلقة على طول مزارع، نحن نبى شو نسوي؟ يا جماعة الخير أنا آسف جدا جدا جدا، إكسبورت إلى آخره. سوري هنا ونقول شو السالفة. إنزين نقدر نصدر ذرة ما نقدر. إنزين اللي نبغى نسوي نحط مركز كل شيء نحن منو صديقنا عنده. طبعا بديت ب 200,000، 200,000 يعني المفروض يكون يكفينا وزيادة. فبنبني المزارع، أول شيء أبغى أبني في الوسط اللي هو منو التوبا. ما أقدر أبني في الوسط يا وسخ، ليش ما أقدر أبني في الوسط؟ إنزين إذا أحط التوباكو هنا، كل شيء جنب ثاني اخضر 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 اخضر، بس مش بالضبط ابى الزق كل شيء انا في المدينه، ولا بما ان نقدر نمتد للصوب الثاني بما ان عندنا جسور. لحظه خلينا ندق سبيس مسافه، هي نقدر نبني كل شيء حوله عادي. فبنحط لنا شو مزرعه توباكو اللي هو تحت الزقاير بقى يعني مرعي. زين بنحطيها، أو شي خلنا نمسح هذا لحظة، خلنا نشيل هذا، خلنا نهدمه. أوكي خلنا نمشي اللعبة شوية، يلا اهدموه 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 اهدموه. أوكي هدمنا، خلنا نشيل بس أوب. انهدم. انزين بنحطي بعد بنهدم شو؟ بنهدم بني عندنا التول هني، بنهدم هذا الشارع اللي هني، وبنسير نحطي لنا مزرعة. الخطة ان انا ببدأ اصدر، بس ابى اصدر شو؟ وين صار الاكل؟ قمت اضيع كل شيء انا هني. انزين بلانتيشن، انزين بنبدأ في البنانة اللي هي راح تكون شو عندنا فوق نقدر نحطيه. لحظة تعبان، سكر تعبان، توباكو بيكون هني. اتمنى 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 يضبط عدل. حبة تحت، لحظة حبة، بيكون هني مكان اكثر مكان ممتاز احط فيه التوباكو. انزين جنب التوباكو بنحط بلانتيشن ثاني، نشوف شو يركب. جا
جنبه بالضبط سكر. سكر بيكون ممتاز. وحطينا تباكو وسكر وقطن. بنحط قطن هني، لا ربر، الربر بينحط هني. اوكي بنحطي، ما في شيء فعلي قوي عنده احطي كثر الكاكاو، بس كاكاو كاكاو او القطن بعد نفس الشيء قوي عنده. زين لحظة، هذا 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 غلط مكانه. اول شيء كانسل كونستراكشن، خلهم يشلونه، ما في شوارع مفروض ما يبنون. انزين قلنا بنزرع نحن هني قطن، كان اي قطن، لا ربر، فاستوى عنا هني. شوفوا سكر تباكو قطن ربر. انزين بيستوي عندنا بعد نبكوفي، اذا بعد مكان المزرعة غلط، بعد مكان المزرعة غلط، بعد مش متعود على السبيس انه يسوي زوموت. انزين انا اسف يا جماعة الخير، وين الربر؟ بالطريقة هذه. انزين بلانتيشن باينابول بنانا كورن، كورن ممكن نحطيه هني، في شوية خسارة في المحصول بس مش مشكلة. بنحطي لنا، شوفوا اذا ما استوى ولا شيء يعني هني عدل استوى كوكو. زين الحين نبى البنانا، ناقص فراغ عندي انا. بنانا ما بيكون عنصر اساسي فعليا، بس كوكو هني ممكن، ممكن اصلا حتى هذا الشارع بكبره نشيله. لحظه خلينا نشيل الشارع، مو برد نبني لهم شوارع غير. انا اسف، برد ابني لكم شوارع غير، ما عليه. انزين نقدر نقسم الشارع بهاي الطريقة. انزين ونحط لنا شارع بهاي الطريقة. اساس ان نقدر نقصه، تعرفوا حركات سيتي سكاي لاين، بس احس انه ما بيمشي عدل يعني. بس على الاقل اظني بيكون وفرنا مساحه شوي. اذا هني اقول لكم ما له داعي يكون في شارع هني، كنسله كامل. انزين قلنا بنحط يا جماعه الخير بلانتيشن، مشكور ولا بنانا، بنانا يمكن هني يركب نوعا ما. شجر كوكو، كوكو ايوه بتقعد مزرعة كاملة الطريقة هاي. والحين باقي شغلات شوي يعني، بنانا شوي ناقص. الحين كل مزرعة مفروض تعطي المزرعة الثانية ما يعادل 10%. شو ما حطينا كوفي نحن؟ ايوه كوفي الحين مكانه 200 200، ما ادري اذا حطينا كوفي ولا ما حطينا، بس تغني عن هالكم مربع ما عليه، مو مشكلة. بلانتيشن سكر تباكو كوتن ربر كوكو كور كوكا كوكو حطيت مرتين في شيء انا ما حطيت، تصدقون انا شو ما حطيت؟ باينابل. الباينابل صعب، بس ممكن نجيب الباينابل هني ونجيب بلانتيشن ثاني اللي هو وين صار؟ انا توي شفت واحد اخضر هني، وين صار؟ الكوفي. نحط لنا قهوة اللي يحبون قهوة، وين اللي يحبون قهوة؟ ونحط لنا مش فشار مانسات، وين لوجن بلانتيشن رابع، نشوف شو يركب هني. والله القطن شكله ممتاز. انتاجية كل حد بيزيد الحين. خلنا نسوي الشارع مزارع، لحظة زين شارع مزارع بنسوي، وهني بخلي فاضي بنسوي ممرات حق لحظة هالأماكن. أوكي ما أعرف ألغي هذا أسوي شارع في الوسط، أحس ما يحتاج حاليا، ما نحتاج. إنزين يلا خلي تعرفوا شو نسوي، نسوي بس هاي الكوك بيل بما أن عندنا فلوس. ما أعرف هل بحصل موظفين ولا لا، بس الحين الخطوة الثانية بنبدأ فيها نحن هني نثبت اقتصاد، لأن نحن في العادة مشاكلنا ما نثبت اقتصاد، ولا بالأحرى أنا مشكلتي ما أثبت اقتصاد وأبدأ أبني وايد.
فهالمرة شوي اوكي شكله زين المكان، هالمرة شوي بس خلونا نشتغل لين هيلاك ينبنون ويطلعون فلوس زين، خلهم شغالين عادي. ابو اييب هني حاطين عندنا الحلو في الجزء هذا ان عندنا زينة وايد، زينة عندنا وايد، فشو ابى اسوي؟ ابى اسوي ممر هني، لحظة مين صار طريقة، هلا وش يسويش شارع من هني لين هني، شارع من هني لين هني اوكي لحظة الوضع ما ينفع بالطريقة هاي، خلنا نهدم الشارع هذا ونيب الشارع حبة حبتين، هل هذا نحط فيه حديقة اثنين في اثنين الطريقة هاي، وبنحط عندنا نبى حدايق اثنين في واحد، بس بسوي نفس ممر، بس تعرفون شو الممر بيكون من وين؟ شو في تريك سوبر تريك كيف اشكالهم، لحظة هيك كان في فص لحظة كان في انا متأكد اني انهم منزلين مفروض اشكال، بس انا يمكن اللي مش عارف احط الاشكال المختلفة بارك سايد الى اخره، المهم بسوي شارع وبنحط لنا سكوير 2 باي 2، هذا مش حلو، ابى نسوي مدخل اوكي هذا نفسها تقريبا اوكي، وبنحط لنا 2 باي 2 2 باي 1 ثاني كان ممر لين البحر، ممر لين البحر، نبغى شيء جنبه شوي كبير من نفس الديزاين تقريبا بالطريقة هاي، الحديقة اللي داخل بنحط اثنين في واحد بالعكس هذا ينحط احلى، اثنين في واحد هذا بالطريقة هاي حلو، بنحط اثنين في واحد اثنين في واحد ما في واحد في واحد في واحد في واحد في واحد حطي هنا اوكي، استوى عندنا شو مكان في بحر، بس والله مش 100% مقتنع في الموضوع، لكن اذا نسوي شارع بالطريقة او لحظة خليه اهدم هذا دقيقة اسوي شارع مهني لين هني، في شارع مهني لين بينقصني حبة، ابا اجيب شارع من هذا، ممكن اتقبله بس مش بالضبط الا اذا ما هدم، اذا هدم كامل ايوه نفس هاي ما بينفع، بس ممكن نسويه شارع شيء من هذا القبيل ايوه، ونسوي لنا شارع هني شوفوا اوكي، احس عندنا مساحه حلوه طيبه قدام القصر الحديقه الى اخره، لحظه خلنا نجيب حدايق 1 باي ما ادري كم بخلي فاضي احسن، انزين الحين شنو بنسوي، بس لان الناس عندنا بيكونوا وايد جايين الحين وما نبي الناس تسكن في الشوارع، بس خلينا نشوف انتاجية، انتاجية مالهم نحول من افشنسي، شوفوا عندنا شيء الارض تطيح شوي، فمن مونو كلتشر بنحوله لمالتي كلتشر، طبعا الحين المفروض لو انا ادق كنترول مونو كنترول هذا مالتي كلتشر كلهم يشتغلون شو مالتي كلتشر نفس النوع بالضبط، فالحين شوفوا فعاليتهم كم استوت، هذا 132%، هذا 136%، التوباكو اللي نحن مفروض يكون اكثر شيء بعد تعبان، الفرتلتي ماينس 7% يعني تقريبا وقفنا، انزين الحين اللي بنسوي شو
اللي نبغى نسويه نسوي لنا، لان كل شيء جديد فيه. اوكي مودرن تايمز. انزين الحين ابغى اسوي بيوت حق الناس. ليس بنك هاوس، هذا يشيل 6 هاوس هولدز. نقدر نحط البيوت حقهم عند المزارع مجموعه. شوفوا لا، اللي عند المزارع بحطيهم شو كانتري، شو هاوس. خل بابهم هاي اللي هني، لحظه اتش كان، لا كان اتش. زين بنحط هني كانتري هاوس كميه طيبه، خل الناس تسكن. وبنحط تحت الحين صبر، شو بسوي مصنع. خلنا نسوي بالطريقة هاي بالعكس. لحظة خلنا نقرب. اللعبة ترى وايد حلوة كجرافكس، بعد عدلوها. بس هي أظن التركيز الأساسي كان بالنسبة لهم في اللعبة الميكانيكيات أكثر عن منو؟ عن التافرن. هذا مكان خلي يستانسون فيه. أو ركب مكان مضبوط، نخلي فتحته لين هني. بني بسر، لا سركس، لا ما نبى سركس الحين. بس نبى نبغى نسوي ايوه الرم اندستري، ان عنا نحن سكر صح. فخلونا نحطي مصنع الرم اللي هو مصنع المشروبات الروحيه. وين بحطي؟ اذا حطيته اخر شيء بيكون توصيل بفترته طويله وبالناس تستغرب قريب. ايش تبى؟ هاف ا بايرت كوب اكسبت ما تايم مو جافنر مو بيلد رانش. اوكي بنبني رانش، بس ابى احط رام دستلت دستلري هاي. زين الحين بنحط رانش، بنحط اللي هي لو تذكرون كنا نسوي على ما اذكر اللي هو البقر العجل. بنحط لنا العجل، والعجل له احيد ابجريد فعاليه 10% اذا ما كنت غلطان. بنحط واحد عجل هني، وبنحط عجل ثاني هني، وبنحط بلانتيشن، بنحط رانش، سوري بنحط رانش شيب. ممكن نحطيه هني، بتشوف الشيب شو يزيدنا. زين وبنشوف منتجات ثانيه. كروكودايل ما باه الحين. بيج ما نباه. لاما بعد ممكن. وعندنا جوت اللي هو الغنم. ماعز هذا خروف، هذا الغنم. بنحط جوت بس نخلي فراغ هني على اساس الشارع مالنا يقدر يكمل دربه. لحظه شوف. اوكي ممتاز ممتاز، لا ممتاز وايد زين. خلنا نبني الحين. بيبنوا لهم شويه بيوت، بيسوي لهم شويه شغلات. بس لحظه احس يبالهم شيء. انا بلمبر ميل بعد يبالنا. نبى نصدر شويه شغلات، نبى نعرض في التصدير على طول. نحط لهم تشابل خلهم يستانسون. ابى اهدم هالبيوت الجرامبا هاي. والله تشابل خله في، تعرفون وين تشابل؟ قدام بيت العمدة. لا ما بينفع قدام بيت العمدة، لأن بعدين احنا عندنا مخططات ثانية صح. خلوني بحط الشابل هني على المدخل، وبنحط جنب الشابل على طول شو دكان على طول اللي هي بيت العبادة مالا، وبعدين دكان على أساس يستانسون شوية. شوفوا بس البناء الحين كبروسس، شوفوا لوين نقدر نسوي زوم. وين العمال اللي يشتغلون؟ انت ليش شارد يا النذل يا النذل يا الوسخ؟ شوف محلا بيوتهم، شوف محلا بيوتهم، شوفوا واه عجيب. زين لا بس زين زين يعني زين. الحين المالتي كلتشر عندنا اظن المفروض خادمنا وايد اصلا، انه اهم ورق موت. يمكن ما عندنا عمال بعد ترى. شوفوا ما عندنا عمالة فعلية، شوفوا عمالة فعلية ما في. بس بيون الناس الحين 8 من 8 8 من 8 2 من 8 1 من 8 إلى آخره. بس عندنا اللي في الوسط حلوين، زدنا فعالياتهم نوعا ما. بس يبانا نتريا فرتلايزيشن. نبا اللي بعدها. أيوة بس زين عندنا انتاج الحين، بيكون عندنا حركه تصدير، بيكون عندنا بضايع. المفروض خلنا نشوف هنا وين البضايع. لايف تايم كوست اكسبكتد ريفينيو 1 مانث، ستاتكس مال الدوك افشنسي 100%،
ما عندنا شيء نحن، خلنا نسوي تريد اني هني نقدر نصدر باينابل. عندنا باينابل صح، 160 5000 في كم لازم نكمله؟ كل 1000 حبة 1900 2000 يعني 3000 بير كونتراكت، ويزيدنا 5 5 5 معاهم. اوكي الحين نحن نشوف الباينابل، كان هذا اخر واحد صح؟ ايه بصدر لهم تصدير صغير يعني ما بنحط تصدير كبير وايد، بنصدر لهم. فهذا الجزء اللي يفرق، اللي هو نقدر نشتري التريد، مش لازم نحطي سفينة ثانية. يعني هذا بألف يستوي أغلى كل شوي لو تذكرون، 1000 بعدين 2500 بعدين 5000 ونحن سعرين. بس نقدر نبدأ نسوي عقود ونصدر يعني من الحين، مش قضية كبيرة. زين الحين نقدر عندنا عقود تصدير شيء واحد بس، مو مشكلة. وحاليا بس نقدر نصدر شو بعد؟ مواد غير غذائية، رام نقدر نصدر إذا بغينا. جالسين نبني مصنع نحن أول شيء صح؟ فخلنا نبني نسرع الوقت شوي. خلنا تشوف الرام كم يبقى، 4800 هاي 450. خلنا على طول نبني الكاتل الاثنين، لأن هاي اللي يسوونا فرق ثاني. لحظة اللي هو هني هيومن اكسبلويت. اوكي هذا ما ينزل فرتلتي. لحظة خلنا نسويهم كلهم نفس الشيء. زين حلو. I must say I'm glad to be still working. خلنا نمد احنا 5 سنين، انا وصل 6 سنين وشوي مره ثانيه، ونبغى نبني 4. كم عندي؟ 131000. خلاص كويك بيلد. زين هايل، وهايل نفس الشيء نفس الشيء، اساس ما يزيدون ما يخربوا خصوبه الارض. زين الحين عندنا هاي البيوت العاديه، ونبغى نبني اللي هي هاي الكومبلكس بنك هاوس. لحظه عندنا الستاتس مال الناس، كيف كنا ندخلهم؟ قلنا ندخل المانس وندخل people صح. قلنا نشوف الهومس people homeless 39، بنبني لهم بيوت عادي ما عندنا مشكلة. خلنا نسرع اللعبة شوي. 39 البيت شل كم؟ نفر نفرين. اوكي خلاص ممتاز، بيونا ناس الحين شوي شوي بيونا. شوفوا في 11 واحد في 10 يو على طول. في فاير ستوب، وين في عندنا حريق؟ حريق حريق. مزين عندنا شيء للتصدير نحن اصلا. لايف تايم كورس ميكس ارايفل 10 دايز ان ادوكيتد ويج 9 ريجولر كنترولز. هذا شو يسوي؟ ذا بيلدينج اوبريشن بيسك سيتنجز. هذا شو يسوي؟ جنريت كرام ات ذا دوك ديكريز ديكريز افشنسي 20%. خلى الحين ما نبغى، خلى نفس ما هو شغال عادي. انت شو تبغى؟ اكسبورت ريجولر ذا كرام. اوكي اكسبت اوريدي، عندي انا واحد شغال، لما اخلصه بيكون اوكي. انزين الحين التريد مالي بلد ريزيدنتال بيلدينج. اوكي ريزيدنتال بيلدينج يبقى صح. شو رايكم ناخذ لنا جارد تاور من بدايتها، وابقى احط هني وبايرت كوف بسويه بعد، بس ابا نحطين عند هذا اللي يسمونه الدنجن، هذا مال الجيش. زين ونحطي الريج، نحطي الجارد فورت واحد هني عند البرزيدنت، ونحطي الجارد فورت عند المينا على اعتبار انهم بيهجمون من وين؟ من المينا. اوكي لان بنحتاج شوي نحن حمايه ترى. بنحطي قلعه بعد عند الملك، كله عند الملك، كله عند الملك. الهدف مالنا حمايه الملك حاليا، فهذا هدف سامي. لويال بنالتمو از بيلدرزنتال بيلدينج. اوكي شكرا، مع انه والله ما ادري ايش سويت يعني، بس اوكي. حطي لنا لحظه، ما اقدر احط هني لان حطيت شارع بالطريقه هاي. برايت انزين الرم اندستري الى اخره غيره 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 غيره. في التريد روت اصلا عندنا نحن كونتراكت فاضيات. خلنا نشوف شنو نقدر نصدر. نبغى نصدر باينابل شغال. رم بناخذ كونتراكت بما ان في فلوس. انزين فبنصدر لنا منه. خلنا نبني هذا اساسا نصدر الوحش. الناس عندي اظني مرتاحين على امل.
أنا امبلوي 36 فيكن جوبس 36. الحين بتري شوي ناس يوني لأن الناس بيوني بيرتاح شوية بيعبون الوظائف هذا اللي هم بيعبون المفروض الوظائف الحين فلازم تري شوي. بس سؤال المناجم وين؟ I have a powerful desire to call you Presidente. Okay, the population إلى آخر supporting revolution اللي هم شو اسمه. إنزين أبى أحطي mine. أوف مرة عندي مغطي عليه أنا. فليش ما أحطي لحظة هذا لازم. أوف يا فصل سبيس هذا بيذبحني ترى غير عن الأول. بنحطي هني منجم. زين المنجم راح يكون بالطريقة هاي. وشو بسوي في الشارع؟ بجيب الشارع ايوه ضبط عدل نايس نايس. بس هذا المنجم راح اتوهك فيه. بس منجم شو هذا؟ لحظة انا ما شيكت منجم شو هذا. حصى هذا شو هذا؟ فحم. فنبغى منجم ثاني اظني مو بعدل بس ما بأشل المزارع. فشو بسوي؟ بسوي منجم صغيرون هني. زين وخلوني اشوف برا وين المناجم الباقية في المدينة. عندنا منجم هني. اوه اوه ذهب دنيا يا حبيبي. لا 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 الوضع يباله جسور يا جماعة الخير. الوضع جدا خطير. شو اخبار الفلوس عندنا؟ شو اخبار الفلوس؟ اول شيء الناس حسب نعرف شو اخبار الفلوس. اوبر مثلا لاخره بالانس لاست مانث سويس بانك ما نبغى نعرف ريفولوشنست الى اخره. الناس الاكل 39 need to eat regularly. ما عندنا مشاكل. ما عندنا ناس هوملس. عندنا بيوت الحين. للحين ما عندنا ناس هوملس. بس شو اللي حاصل؟ اللي حاصل ان نحن اوكي اللي حاصل اني اقدر اجيب شارع بالطريقة هاي وانا مش متين. ليش؟ لان الشارع مش موصل لاخر شيء. حرام والله حرام بالقوة. حرام حرام الصراحة. هني بعد ممكن اوصله. صعب جدا صح؟ لان اذا ابي اجيب شارع من قدام ابني عليه على اساس المدارس وهذا اللي انا في خاطري. لا هذا مش شارع. هذا مش شارع ينبني. لا لازم بعد نفس الشيء صح؟ لحظة خلينا نهدم هذا ونحط لنا الشارع لين هني. ما بيستوي لأن لازم نهدم هذا الشارع. إذا أسوي سيدة ما أقدر. لا بعد ما أقدر. الشوارع شوي نفس ما هي عصة في كالعادة يعني. أوكي نايس. شو المشكلة بس في هالسكشن تشوفونه؟ بس ممكن نسوي بالطريقة هاي ترى تمشي أموره يعني. ونسوي لنا ممر حق الريزيدنس هني. ونخلي الناس اللي تنبوا مدرسة ولا شيء نخليه تسكن يسكنوا. أنت شو تبغى؟ هاب جروسري. هاب جروسري فود بريرتي 3 out of 3. أوكي ممتاز. ها كان عندنا أوريدي دكان بقالة يبا وباقي الأمور. هذا شو أخباره؟ أهم شيء عندنا لأن هذا لازم يصدر لنا. نحن عقود عندنا مع العالم. مش فوكس سوري. أبو أوبن تريد. عندنا تريد فاضي. عندنا الثلاثة الشغالين بس ما عندنا منتجات قوية لحين ان انا قاعد اصدر. اللي انا بأسوي اكثر ان انا اتأكد اني ابا احطي موارد زيادة. كوكونات شو اخباره؟ ما عندنا كوكونات الا هني فخلى براية. النباهة تعرفون شو لوجن كام؟ لوجن كام كان منطقي بيكون هني نوعا ما. لوجن كام بصراحة هو يطلع يسوي اللي يسوي يشوف شغله مع العالم. بس الحين نبغى هاي اللي ينبنون القصور وهاي السوالف. القلعة انبنت نايس نايس. بس مشكلة تعرفون شو اللي قاعد يصير؟ مصيبة.
المصيبة انه قاعد ينقصني ناس زيادة حق الوظايف. vacant homes homeless family 46. بما ان عندنا homeless families الحين وقته نبني ورقة الرئاسة هني شوي. ناس يعني عند هاي اللي بيحسون مفروض بالامان. زين اللي هو البنك هاوس اللي كنت بابني اول شيء تذكرون اللي ما كنت بابني، ما اعرف كنت بابني بس ما اعرف اذا قلت لكم ولا لا. والله صراحه والله خير العالمين يعني. شوي احطي اقدر واحد غصب احطي هنا. ما قدرت. ايش ما يعطوني بيت واحد في واحد؟ خل ابني قصر. لحظه لازم يكون في حد بطران صح. اوف يا المكان، اوف يا المكان. وين الباب؟ اوف في المكان. شوف عند الحاكم مرة دايركت. والله انه فنان مش طبيعي. عدل عدل، تعرف شو يعني عدل؟ عدل مضبوط. الاول كان يطلع لي شو عندي هني ستوب تذكرون في الجزء الخامس، يقول لي شو بينباع، بس الحين ما اشوف شيء بينباع. بس في يعني كوست اكسبكتد ريفينيو قليل. هذا ستورج. هذا هو طلع اي ويبيع اينا ويبيع دايركت. نايس. ما بدنا، ما نبى سكني، ما نبى لكشري، نبى جريدة. خلنا نكذب على الناس من البداية ونبى الجريدة تكون على البحر. ما بيستي مكانها. هذا مكان جريدة زين أحسه. زين وعندنا مكتبة. المكتبة أوكي الحين تستحق المكتبة تكون، إن المكتبة حلوة صح. احطيها بالطريقه هاي واحط وراها حدائق واحطيها بهاي الطريقه. زين واحط قدامها شو وين حدائق 2x1 2. نفس الشكل 2x1. زين وبنحط جنبه لا هاي سكول، بعدنا ما نقدر نسوي مدرسه، فبخلي المكان فاضي حق هاي سكول، حق مدرسة ثانوية عامة. لا المدينة الحين شكلها تخطيط رقم واحد يعني. أنا أشوف كتخطيط الصراحة الجزيرة بتكون مفروض ناجحة. شو الستورج استوى فيه؟ ستورج فول. أوكي الحين صح، الحين ريفينيو عدل. الحين لازم نتم فوق التكلفة مالنا. 94,000 لازم ما ينزلون أصلا. بس اللي نترياه شو البنك هاوس كم معاي ليشل؟ لحظة البنك هاوس يشل 6 هاوسهولد. هذا كم يشيل؟ 2 6. ونحن كم واحد ما عنده بيت للحين يا جماعة الخير؟ عندنا 6 ناقص 18 يعني 28 واحد. يعني يبالنا كم بيت هني؟ كم بيت هني ورا الرانش عادي، لان هذا بنك هاوس يعني نفس مجمع سكني حق الناس الاقل مدخولا. بحطي هذا هني، بخلي ورا فاضي. شو رايكم؟ بس هذا بيتم عايش. لحظة هذا أروم أحطيها في الزاوية. أوكي ما أروم. فمن الحكمة أني أحطي هذا بروحه. والله مش من الحكمة وايد. بس شو بسوي؟ عسب أشيل هاي، بحط شارع أو أني يمر وراهم حركات عرفتوا. بنحط كنتري. ما يستي مكانه أحسن من هاي اللي تمون عايشين بالطريقة هاي. وبنحط هذا عند الجريدة. خلوني أشوف لحظة في شارع يطلع من هني. هي في شارع يطلع من هني، يلف حول هذا. شوف اوكي يستوي نعدل اخر شيء، بس بيلف حوله عادي، يستوي مجال للتعديل بيكون حلو يعني مش غلط ابدا. خلينا نشوف الناس اخبارهم. بعد عندنا الناس الهوملس قاعد يزيدون ما قاعد ينقصون. بس نحن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ضرب 6 48 56. عندنا يبالنا 2 بنك هاوس يمكن. بس مانشن بعد بيشيل 6 لا تنسون. مانشن يشيل 6 صح؟ كان 2. اوكي هاي الناس اللي عندهم فلوس زايده وايد يعني. نقول لكم يعني هذا شو كان لايبراري، ما نبى الحين نسوي لايبراري. الحين نبى نحطي مصانع ما يسوي. بس خلنا نشوف شو مفتوح شو مش مفتوح. اوكي تانري ها شو يسوي؟ يسوي لذر. بس يبالنا تماسيح، معنا تماسيح. الرم هذا من السكر، هذا الوود اللي عندنا هذا يحوله لبلانكس، فهذا بحطيه عند اخوه دايركت عشان ينبني البيوت. لان نحن انا ما بستوي عندي ازمه بيوت. فلا انت خليك متوسط عادي.
اوكي هسه ينبنون بسرعة، بس اللي ما ينبنون هني خلنا نعطيهم دفة هني خفيفة زين اساس نعرف كم نبني زيادة. شوفوا شوية هوملس ما عندي مشكلة، انا هم بمجمل عام راح ينتقلون ما عندكم مشاكل، بس اذا نسوي هني بيوت على طول ورا الوظائف نسوي منطقة هني شوي حط الشارع هني بس ايه هذا نوعا ما جيد، نقدر نحط بنك هاوس عنده دايركت ما بحطه بس بحطه ورا. كم نبغى؟ قلنا نحن نبغى 3 إلى 4 حاليا صح، بنحطيه 3 إلى 4 وبعدين بنسكر الشارع، بنسكر الشارع اوكي صعب بالعكس اروم سكر نايس نايس اساس الناس تقدر تروح وظائفها وترجع بالطريقة هي، راح يقدرون يمشون امورهم لان ما عندنا وايد الحين الناس مش ساكنة، المفروض 46 بيسكنون شوي شوي بيسكنون بيروحون يسكنون عادي ما عندنا مشاكل. كم عندنا فلوس؟ ما عندنا فلوس، بعد نعيش في ديون هالسلسلة هاي بعد اجين ما يستوي والله حرام. لايف تايم كوست 4000 يعني عندي فايدة 1000 بس، هذا مش جيد ابدا. وهذا شو ما عنده؟ ما عنده سكر، هذا يبي سكر لازم نتج. نقدر نسوي كم مزرعة سكر ورا؟ نقدر نسوي كم مزرعة سكر؟ لحظة بلانتيشن سكر حيث كان السكر، ايوه هذا هو. شوفوا نقدر نحطيهم عند البيوت دايركت، تعرفون 1 بلانتيشن شوغر 2 بعد بلانتيشن شوغر شوغر بالطريقة هاي، لا خلاص 2 عند بعض يزيدون فعاليات بعض ممكن. ممكن احطي 1/3 بالطريقة هاي يكون افكتف نفس مالهم زايد مال بو 30% فالحول، بخلي هذا المكان فاضي، هذا بس حق الشكل بخليه يستوي. والله لو اخسر شوية هاي ما عندي مشكلة، بس شوف شكل الشارع كيف نايس نايس وايد حلو. لحظة لحظة لازم نسوي مهمات قبل الله ينتهي الارهاب. انا برج ريفولوشن 60 ابروفل هاف برسنتج بوبوليشن سبورتنج ريفولوشنز، لازم نزيد لهم شيء. نحن خلنا نسوي ريسيرش ادفانس بوت سيرفيسز عشان ندخل الصوب الثاني بين الكولوني كريستيانس تشيرش فيز، لا نبغى نحن ادفانس هذا اول، نبغى السيرك ب 500 لايبراري اوريدي عندنا ورك سموث بنسويها امبلوي اوف ذا مانث، بعد نبغى شيء يحفز الناس. ها كان حلو لو كان يتوصل بس ما يتوصل للاسف. بس جيد انا اشوف الشكل جيد، بس ابغى جسر لان الصوب الثاني والجسور الحين ما اقدر ابنيها لان كان الوحيد تنل كونكشن ما في. بور بلانت الى اخره ترافيك ما في جسور، كان هيك كان في جسر بس ما نقدر ما يستوي. You cannot build bridges across sea in the colonial area. اوكي لازم يكون المرة اللي جاية، بس يقدرون ياخذون طريق طويل لهني ترى ما عندنا مشاكل، ونقدر نحط مينا ثانية هني بعد اذا بغينا. نقدر نسوي وايد شغلات، هذا شغال عندنا وايد. لا خلنا ننتج سكر بزيادة، اوكي خلنا ينتج هذا ما يوقف لانه هو يوقف كل فترة والثانية. ومونو كلتشر خلنا نسوي مولتي كلتشر نشوف فعاليته كم. 93% نايس 93% هذا خلص، هذا 64% هذا كتره، هذا 93% هذا ما اخذ منهم شيء بعدها. لا بس زين، بس رفعنا شوي الفعاليه بمقابل ان الارض ما تخترب بسرعه. انزين الحين الناس عندنا حصلت بيوت، والله يا اصدقائي تصدقون ان في بيوت فاضيه، انا متاكد بيوت فاضية. خلنا نزيد ميزانية البيوت حبة، أشوف الناس بتسكن ما بتسكن. لا بيسكنون أكيد لأن الناس ندفع فلوس زيادة. انزين
والله فلوس وضعها مش اوكي ابدا الصراحه، ابدا ابدا مش اوكي، بس اتمنى انه يكون الافضل. يعني ابى ابني بايرت كوف، بس بايرت كوف ابى ابني مكان بعيد عني، ابني هني زين. شوفوا اذا ببني بايرت كوف هني بعيد عني، انا بعيد عن بعيد عن ربعي، ما نبى قراصنة قريب منه بالطريقة هاي. مشكلة المكان حلو، اخاف اسوي مينا عقب اتوهق. لا ما بسوي مينا هني، بسوي مينا اصلا خارجي، بعدين اقرب لهم هني يطلعون برا ما يدخلون بلاد. زين اوكي اوكي بنبني بايرت كوف، بس عساس هو ما يزعل. انت شو سالفتك؟ افشنسي عالي، كل شيء عالي، بس تو اعطاني فل يعني. يمكن يبان تعرفون شو ما بنيت انا، تيم مستر. التيم مستر بيكون هني هني. لا ما بحط تيم مستر، بنحطيهم باهدم هاي، بنحطي اثنين تيم مستر. زين يطلعون من هني لو الف مو عليه. زين يطلعون يوصلون كل السماء، والتيم مستر كل بوهم يعني ميزانية فول. شو نبا؟ ناخذ بلوبرنت 2000 ربية ما نبا، نبا 10 ريفولوشنري هاي للثوار. مشكلة وايد ناس قاعد يجونا، في 51 بيت فاضي ما حد قاعد يسكنه، ترى ما حد قاعد يسكن البيوت. يعني شيء 50 نفر عندنا، اهم شيء يشتغلون يطلعون نوعا ما فلوس. اشوف يزيدون ناس، اي والله يزيدون ناس، يبون فلوس زياده للحراميه. 8 من 8 6 من 8 8 7 من 8 جيد جدا. الوظائف قطاع الوظائف عندنا زين، قطاع وظائف المزارع زين، بس اللي مش زين عندي وانا مضايق بي هالناس اللي ما تسكن في بيوت فاضية. بعطيهم شوي وقت وما بمد الإرا هذا. زين تريد كراون فلفلير اكسبرت. اوكي خلنا نسوي لنا تريد روت ثاني، خلنا نصدر كوفي. كوفي ولا كوفي هي فايف ما عليه، اوريدي اكتف. نصدر قطن، دفعت وايد والله. انزين governor the people accept complete the rescue raid have fire 2021 rescue raid. انا احيد كان هني open raid commando go commando pirate cove rescue any. بنسوي هذا، ادفع لي فلوس فما بحط زيادة. والله تشوف المدة خلصت. انا اتصور ان نقدر ننتقل من المرحلة الثانية الحين، لان اتمنى نقدر ننتقل. مش اتصور والله، اتمنى، لاني قاعد تشوف فلوس هني. اهم شيء في الوضع كله فلوس اصلا. food for the people يستهلكون دبل اكل بس. يبالنا والله لا ما بحطها لأدكتس، لا ما بحط شيء الحين، مع انه المفروض احط شيء الصراحة. بس مش متأكد. rescue educated بنسوي rescue مني، كل rescue بنسوي هنا. اوكي اللي هم هاي خلصنا rescue واحد، هاي rescue rescue معين complete the rescue raid. سوينا كذا rescue خلص. انا بو كم rescue تبغى نسوي؟
انزين اللي بنسويها الحين هذا شيء جديد. البايرت هذا اللي نتعامل وياه ما بكنسل المهمة ابدا لا، بس اللي اتمنى الحين ان هذا يشتري من عندي من 44,000. اوكي اشترى عندي 44,000. اذا تميت اثبت على كل 5 شهور ادخل نفس المدخول انا اموري طيبة. واذا الناس بدأت تسكن طبعا عندي تريد روس فاضي. هي عندي شيء فاضي. سورت باي نيم، سورت باي زين. بنصدر وول عندنا، بنسوي مشكلة بشي بفلوس. ايرون ما عندي، لذر الحين ما عندي، جولد ما عندي، قطن عندي، كوفي عندي. ممكن نحط شيء ثاني بعد نصدر توباكو. كل هذا ماينس لأنها مع بايرتس، ما بتعامل مع بايرتس وايد. I must say I'm glad to be still working. أمد 8 شهور ولا ما أرد. Finding good help is so difficult these days. خلونا نوصل ريفولوشنيريز، بنمد 18 شهر غير. ما عندنا مشكلة يعني الوضع جيد جدا. الوضع جيد جدا مش سيء. لكن اللي انا الحين عندي ابغى اسويه زين لحظه خلينا نسوي لنا لاندنج. allow citizen tourists to get into boss. people traveling in boss can dock landing. يقدرون يجوني تي مستر بورت. عندنا مينا أظن هاللي يشتغلون من مكان لمكان. خلنا نحطيه على الزاوية. اللي أنا أحاول ما سويت، تعرفون شو الأكل؟ فيشنجوينا، فيش فارم، بس ما عندي فيشر وورف. أوكي أوكي أوكي، خلنا نسوي لنا. مشكلة مكانه خايس، ما بحط. أيوة أقدر أحطه هنا. لحظة خلنا أحطه هنا. زين نسويه بالطريقة هاي السيدة، ونهدم هذا، نحطه بشارع. وهني ممكن عقب دخلنا شارع أي شيء نقدر نسوي لنا ديزاين اللي نبغاه. يعني الموضوع ديزاين، بس تعرفوني أنا مش وايد مع الديزاين يعني. خلاص أظني حفظتوني أنتم، مش مال ديزاينات أنا. نحط هذا سيدة أحلى بيكون زين. وهذا بعد لكم مربع بعد زين، ما أعرف بس أتصور بيكون زين. الحين نقدر نبني بيوت هالصوب، نزيد المزارع ورا. It's nice to have choices, isn't it? بنتي مستر أوفيس. Choices. أوكي. نباتي مستر أصلاً ما عندي مشكلة. بحث مستر يقول الناس أمانة مرام طيبة. إنزين. ريفولوشنري تعرفون شو؟ complete rescue raid. Mr. Office. والله في وايد حلول، في وايد أمور، بس نحنا الإنتاج مالنا مش نفس الكوست يعني عالي. وعندنا هني أنا بعرف شو علامة الصندوق. أظني سامون ما يتحرك مكانه هاي الصندوق. أنا عندي 2 مستر. I must say I'm glad to be still working with you. خلنا نسوي 5 immigrants نبغى. Our revolution is as yet only marginally glorious, but with your continued support, governor. أبغى 10 revolutionary الثوار على أساس يزيد الريتنج مالي شوي. طبعاً ها آخر مهمة بيكون خلاص، مفروض إنه خلاص لازم نوصل 60 من 60. والشيء الثاني اللي يبونه population percentage ما يبون الوستيمستي. اوكي بشكل عام اظني هو عندنا مشكلة في تيمستر اصلا، لان ما قاعد يوصل. مش اوكي، لا مش اوكي ابدا، مش اوكي. عنا عقد فاضي، هي عنا عقود فاضية. خلنا نصدر. لحظة بنيناه هذا شغال. والله شغال. خلنا نزيد ميزانيته شوي.
ممكن يسوي جسر عقب المستقبل مهني لين هني. بس عندنا سمك يعني بيكون. مفروض عندنا سمك. فنقدر نسوي تريد سكرين. نعطي روتس. نسوي كونتراكت هذا. كونتراكت الرم مالنا العصير. اللوجز ممكن نصدر بعد. كوفي شكله شيء طيب. 15,000 لا الوقت سيء. 15,000 ولا زين؟ لا زين. بنعطيهم كوفي. بنعطيهم شوية كوفي زيادة لأن شكل وضع الكوفي عندنا زين. لأن أشوف قاعد يجمع هنا النواية شغلات. شوفوا الحين أوكي مثلاً. ها شوفوا كيف يتجمع السمان. لأن تيمستر هاي لازم تيمستر هم مثل ما تقول مواصلات معنا يروحون. It's nice to have choices, isn't it? تناري. والله ما عندنا تناري تصدقون بس تعرفوا على أساس. Corruption is so rife, Governor, that we have to pay a bribe to find out how much to pay in bribes. Accept the money. Accept. عندي أقدر أسوي وايت كور. أبى أحطي تاناري مقابل إني أحطي تاناري هني مصنع حق هذا. نحطي المصنع صوب البيوت. بنحطي الرانش. نبى كروكودايل اللي كان هو هني. بس خلى مقابل هالصوب على أساس على طول المنتجات تتيها الصوب. نبى رانش ثاني يسوي لنا شو ينتج لنا هذا ميت. قول ملك يعني الذر. الشيء الوحيد اللي يسويه اللي هو كروكودايل تمساح. من يربي تماسيح حق جد؟ اي ربون صح يربون. الشنط الحريم هاي كله وين؟ زين فبنبني هذا وبنبني هذا ومن فلوسنا امد 18 كل مره والله اتشاور وارجع امد. اصل نهايه الحلقه حاليا تعرفون شو حلقة زينة. حلقة زينة وشكلها بداية طيبة. بس أبا what a day. أبا تعرفوا شو أبا أمتد لبرع لداخل احتل المكان. بس قاعد أتشاور حاليا أني أطوف الحقبة اللي أنا فيها. شوفوا هاي نهايتنا حلقة حلقتنا لليوم. لا تنسوا تدقون شير لايك سبسكرايب على فكرة من the episode itself طبعا بليز ديد يعني if you like it's very good. تدقون لايك شيء ممتاز جدا 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 وانا بحبكم كتير. بس هاي نهايتنا الحلقة اليوم. ولا تنسون اللعبة هاي بيتا للحين. الاحتمال وجود اخطاء احتمال شغلات ما تشتغل عدل لكن انتم بغيتوا سلسله وهديتكم السلسله. والاعلان الرسمي للعبه بيكون 39 39 اي شهر هذا 30 3 اظن و 29 3 ان شاء الله بتكون اللعبه رسميه اصدرت. المهم مشكورين على متابعه الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.